افتتاح هذه المجموعه وافتتاح هذه البطوله. لقاء لافتتاح هذه كوره البلاط اتعملت حلوه قوي من الجاني بيقول للصالح على حدود منطقه الجزاء كوره خطر وحارس المرمى وايه وركله جزاء وركله جزاء. لسه بنتفائل بالخير لسه بنتكلم عن البدايه واي بدايه يقدمها هنا امامنا منتخبنا اليمني اللي سبق اكل النبأ اللي سبق اخذ الكوره. ادي عبد الرحمن عبد النبي اخذ اول باهداف اليمن جول جول عبد الرحمن يضع اليمن في امان باول الكرات واول التسديدات واول الغارات على منتخب العراق. اليمن يسجل اول اهداف المباراه مع مطلع الدقيقه الثانيه من احداثها وسجدة الشكر. الارض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى انين العابدين. امامنا هنا قالها ابناء اليمن وسجلوها ووضعوها بقوه على يمين حارس المرمى حارس المرمى على اليسار وسط رياس الطار. منتخب اليمن طار 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 بالاحلام وبالاعلام اليمنيه وبالاعلام في المدرجات واول اهداف المباراه. واحد لشيء اي بدايه اي بدايه لكن لا نتغرب هذه البدايه. يعني برافو عبد الرحمن وما يقدمه لسه داخل منطقه الجزاء وليما ليه ضربتين جزاء مش معقول مش معقول. اليمن يسجل تاني جول وعلى طريقة رونالدو محمد شمس الدين يشرك الآن ويسجل تاني الأهداف اليمنية بتصويبة على شمال حارس المرمى. وادي المدرجات وادي المدرجات. بص شوف الجمهور اليمني الذي تواجد هنا في ملعب السعادة والذي ابتسمت على شفاهه وعلى وجوههم السعادة بتاني الأهداف. لسه بنحكي عن الهدف الاول ده احنا لسه ما خرجناش من قرنفال الهدف الاول. وتاتي السعاده وتاتي الفرحه الثانيه. بص شوف الاسيست والتريحه والتسديده ايه. حكم المباراه يحتسب خطا وفاول للمنتخب العراقي ودي هفوه دفاعيه ودي لمسه اماميه ولكن في الاخير حارس المرمى يتدخل. يعني نستغل بقى هذه الامور ولكن الكوره تمر بقى الى خارج على ظروف صعبه على تجميع من المحافظات على انطلاقه على فرصه على عرضيه وادي الراسيه لكن بقى المره دي تصل سهله هناك عند حارس المرمى الحارس عمار الهليجة. فيفا عام 1950 هذه الركلة الركنية أو الركلة الحرة عن طريق المتخصص قرار السعدي أو قرار السعيدي يلعب العرضية الخطيرة داخل منطقة الجزاء. لسه التكورة ولسه المحاولات ولكن في الأخير بقى حكم المباراة بيدي إيه؟ بيدي إيه ركلة جزاء؟ نعم فيها تحايل على حكم المباراة لكن خلينا نشوف إعادة بقى ونحكم على ركلة الجزاء اللي احتسب. هذا الارتقاء ليس هنا أخطاء هنا ما فيش حاجة. كمل 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 اليد اليمنى للاعب عادل قاسم يبدو ان هي التي اشتركت او للاعب يونس صالح يبدو ان هي بقى اللي على اسرها كان احتسب ركله الجزاء لكن القرار صعب جدا. النتيجه هل شوف هل وضح يتالق ويبعد الكوره هل تضيع كل هذه السيناريوهات. جول جول عراقي اول في هذه اللحظات. ضربه ايه رايحه 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 في اقصى الزاويه اليسار لحارس المرمى وضاح وركله جزاء تنفذ باقتدار اقل ما يقال عنها باقتدار عن طريق بقى علاء الحلفي. يعني واضح انه اتمرن على هذه الامور واتحطت صعبه قوي 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 على الحارس وضاح لكي يقلص الفارق المنتخب العراقي ويصل الى الهدف الاول في احداث هذه المباراه على المنتخب اليمني. الشهوف شادي حكام هذه الواجهه والمباراه الافتتاحيه. هذه كوره وتسديده بعيده المدى يا ساتر يا ساتر. حلو 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 تنتزع اللهات تنتزع اللهات. واضح بقى ان محمد الخلف بقى علشان يؤدي الواجبات الدفاعيه. هذه اعاده للتسديده المخرج مبسوط منها قوي يعني مخرج المباراه فرحان بيها قوي. اللي عندها الكوره دي اهو لسه بقول لحضراتكم عندهم اخطاء في هذه المنطقه قد نستغل الاخطاء وايه 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 وليس هناك ركله جزاء. وحكم المباراه بقى يدي الفرصه ويعطي الكوره وتمر في الاخير الى خارج الملعب بقى والى ضربه ركنيه ولا ضربه مرمى. هنشوف ادي قصور شكراجي اللي رجع. ادي بقى المراوغه من قرار السعيدي سلام الدارك يا قرار. وادي المهاره اليمنيه الجميله يا عيني يا عيني. يا راجل يا راجل بقى ده اسمه كلام يا راجل بقى ده اسمه كمال بقى ده اسمه كلام. حكم المباراه كابتن عماره
يعني لمحات وفنيات ان الجانب الايمن هو الاكثر خطوره، يعني الكرات الموجوده على حدود منطقه الجزاء، وادي الاخطاء وادي الفرصه. عبد الرحمن يرسل الكره داخل منطقه الجزاء، مش معقول مش معقول، فرصه الهدف الثالث. يا راجل سجل بقى يا راجل سجل. ادي حسن عاشور والكره الاماميه داخل منطقه الجزاء، وانفراد واضح بالمرمى، واتحط الدواء دواء الحقيقه بقى من عبد الرحمن، لكن يهدر يقدر امامنا بقى علي 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 يا عتلة فلالي. يلحقها علي حلو قوي ويعمل العرضيه، لكن العرضيه وحشه قوي. لحقها حلو قوي علي، لكن العرضيه بقى الحقيقه برت يا مستعجل. اللمسه من الناحيه الثانيه كان ممكن يكون انفراد، وادي كوره تمر الى خارج الملعب. والله نقدر والله نقدر نسجل الثالث بهذه الاخطاء الكارثيه. اللقطه مش دي، اللقطه اللي قبلها بقى، لان كان 2-1 وكان يقدر الحقيقه يحط الباص، لكن فضل ذلك السيمي فاينل ثم النهائي. ولكن الفرصه في الاخير تتخلص على حدود منطقه الجزاء، تسديده لكن بقى تمر الى خارج ارضيه الملعب. ملعب من امامنا بقى المميز يمني على قناه السعيده. حقيقه النهارده كلمه سعاده تكررت، هل تتكرر وتتردد في هذه اللقطه؟ لكن امامنا الدفاع يخرجها الى خارج الملعب والى رمي التماس والى نهايه الشوط الاول بالفعل من احداث هذه المواجهه. اصدقائي المشاهدين، شوط اول ينتهي بتقدم المنتخب اليمني بهدفين، تقليص الفارق من علامة الجزاء، واللي يخرج أو اللي ينتهي أحداث الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب اليمني ضمن منافسات المجموعة الأولى من فعاليات هذه البطولة، الجولة الأولى والجولة الافتتاحية. المنتخب اليمني على فوزه وعلى تقدمه حتى الآن، نقول تقدم وليس فوز، لأن الفوز لا يأتي إلا بعد صفارة نهاية المباراة. لذلك حتى الآن هو تقدم، هو زيادة في الأهداف عن المنتخب العراقي. أدي كورة مرسلة في الجانب، زين العابدين بن الربيعي يرجع ورا البرادي لخط دفاعه على طول الجانب الايمن عن طريق علاء الحلفي، يلعب كورته اماميه الجابهه اليمنى، ولكن في الاخير يخرج الدفاع وتمر الكوره الى خارج الملعب والى تماس والى تماس لصالح قرار السعيدي. ادي قرار، واحد من نجوم الشوط الاول، واحد من اللي كانوا تسببوا وكان ليه دور وعامل في ركله الجزاء اللي كانت احتسبت ضد المنتخب اليمني في الشوط. المنتخب العراقي كان حصل على هذه البطوله في اول نسختين، لكن خلينا نتابع بقى الفرصه والهجمه لصالح المنتخب اليمني. يا ولد الاصرار والعزيمه والضغط من عبد الرحمن والعرضيه، لكن حارس المرمى بقى الالقاب التسعه الماضيه. ادي الانطلاقه، لكن على طول الدفاع يخرج عن طريق صاحب القميص رقم 4 علاء الحلفي، خرج كورته الى خارج الملعب وتمس. بدايه قويه جدا وبدايه الحقيقه محفزه، وواضح بقى ان المنتخب اليمني وضاغط من البدايه، وواضح انه يريد على حدود منطقه الجزاء المرور وتدخل. وادي بقى الكره العرضيه، كره جول، كره جول. يا راجل يا راجل، الاستلام كان فيه كل الكلام، الاستلام كان فيه كل الكلام، وادي فرصه والارتو وكره تمر الى خارج الملعب والى ضد عادل قاسم. وادي اعاده بقى للتسديده اللي لمسها الحقيقه المدافع واخرجها وحولها الى ضربه ركنيه، وبعد ذلك بقى اتلعبت العرضيه واخرجها عبد الرحمن بضربه راس الى خارج الملعب، ولا تزال التهديدات. هي دي اخطر فرصه هنا، الاستلام يفرق، كنترول احيانا بيكون 70 و80% من الهدف، الكنترول على الكرة والسيطرة والاستلام، والحقيقة بقى يعني بينقصنا اللمسة الأخيرة لتتويج هذا الأداء بهدف وتوسيع الفرق. هدف لحكم المباراة اللاعب زين العابدين الربيعي الذي سقط على أرضية الملعب، ولكن حكم المباراة لم يحتسب أي أخطاء للاعب، وبالتالي ضربة مرمى للمنتخب اليمني. اللي دايما بيبدأ من الخلف للأمام، اللي دايما بيبدا تاسيس الهجمه من الخلف للامام، المره دي بقى بتتقطع، والمره دي خطيره وهجمه وفرصه على حدود منطقه الجزاء. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، سالم وتسديد، لكن وضح وضح على مرتين، برافو وضح، برافو وضح، ينزل على الارض ويمسك كورته. وادي بيتكلم بقى مع خط دفاعه، قال لهم ازاي اللي بيحصل دوت، تسديده اتت من خارج منطقه الجزاء، ولكن وضح يتصدى ليها في اللقطه اللي فاتت. ادي الراجل اهو عدى وسدد زين العابدين بن الربيعي من على حدود منطقه الجزاء،
في هنا بقى في فرق كبير في تخليص الفرص. منتخب اليمن كانت اتيحت له فرص من اخطاء مماثله المنتخب اليمن في الكوره اللي فاتت وفي اللحظات الماضيه، لكن الشكل حلو، لكن الاداء مميز، لكن الانطلاقات والروح اللي بيمتلكها اللاعبين اليمنيين في منتهى الجمال، وينقص فقط بقى تتويج الاداء الكبيرة الضائعة من المنتخب اليمني، واللي بتترد بقى الحقيقة بفرص كان ممكن يسجل من خلال المنتخب العراقي هدف. ادي امامنا بقى اللاعب صاحب القميص رقم 15 في تشكيلة المنتخب العراقي اللي كان ممكن يعني يستغل بقى الكرة اللي فاتت، لكن شوف المهارات، شوف الحلويات، شوف المجهود كبير. وادي التسديدة بقى من عبد الرحمن في مرة وعادل في مرة، والمنتخب اليمني الخطير في كل مرة بيتواجد فيها امام مرمى المنتخب. ما شاء الله الانتشار اليمني مكثف، كل لاعب عراقي بيمتلك الكوره بتجد اكثر من 2 أو 3 لاعبين عليه. ده شيء يحسب الحقيقه للمدير الفني سامر صالح. هذه الاعادات وما اقصرها، احنا لو عدنا فرص مش هنكمل المباراه. لو عدنا فرص مش هنكمل ما تبقى من احداث المباراه، لان الفرص التي اتيحت للمنتخب اليمني هي فرص كثيره وفرص لا تزال موجوده وعرضيه، وفرصه الهدف الثالث لكن تضيع تضيع تضيع. الفرص القليله للمنتخب العراقي او هي مش فرص قليله، هي فرص طبيعيه بالنسبه لمباراه كره قدم، لكن فرص المنتخب اليمني كانت اكثر من اللازم، فتخيلنا ان فرص المنتخب العراقي قليله، لكن 3 فرص في الشوط يعني في 20 دقيقه في الشوط الثاني هي ليست بالفرص القليله، ولكن مقارنه بقى بالفرص اللي كانت اتيحت للمنتخب اليمني هي فرص قليله. فينش كل المنتخب العراقي لم يتخيل ابدا، حتى انا كمعلق اللقاء لم اتخيل الكوره تتلعب بالشكل ده، اتلعبت بشكل وجمله تكتيكيه عالي قوي قوي، ولكن بقى مرت بجوار القائم الايسر للمنتخب العراقي وتضيع فرصه ثمينه لادراك الهدف الثالث في هذه المباراه، لكن لسه ضاعت فرصه عندنا اكثر من فرصه موجوده. جنب الشمال عرضيه من عادل قاسم باتجاه عبد الرحمن. عبد الرحمن سجل هدف الاول بعد يعني تسببه في ركله الجزاء، وبعد كده عبد الرحمن الحقيقه وابل من الفرص ومسلسل من الفرص ضيعه من النهارده عبد الرحمن. انطلاقه مره ثانيه، الجراش واحده جراش واحده جراش، حط الكوره عند عادل قاسم، قاسم للجراش حط على حدود منطقه الجزاء، تنويع اللعب بقى من الجانب الايمن، ادي العرضيه لكن بقى فين في الشوط الثاني مع غياب الشمس. ادي محمد شمس الدين اللي غادر وسجل الهدف الثاني، وادي فرصه الحقيقه بقى المميز عادل قاسم والتسديده اليساريه المميزه اللي مرت بجوار القائم الايمن، احد الفرص بقى. واذا تحت قاسم ولا مين بقى المره دي؟ عبد الرحمن، لكن انطلاقه والله ده عادل قاسم بقى ياخد فاول من مكان مميز، وانذار لعلاء الحلفي في اللقطه اللي فاتت، تدخل من امام منطقه الجزاء ومن مكان خطر قوي الحقيقه، مكان ممكن نشوف من خلاله الهدف الثالث. هل عندما تغيب بقى الحلول الفرديه تاتي الكرات الثابته كاحد الحلول؟ عندما تغيب الحلول الفرديه والتسديد، اول 3 نقاط له في هذه البطوله. ادي عادل، حلوه 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 من عادل، حلوه من عادل، تسديده حلوه قوي ورايح، حط المره دي الى عادل الجانب الايمن، المحاوله والفرصه، فرصه يلا يا عادل، يلا يا عادل عدل بقى ادائك النهارده وسجل يا عادل، لكن اتاخر كتير قوي ولسه محتفظ بالكوره. يا راجل يا عادل احتفظ بيها كتير قوي كتير قوي الحقيقه، وفي الاخير من تحت اقدامه كسب ركله ركنيه. المهم ان هو كسب ركنيه في الاخير ولم يفقد الكره. ادي عادل قاسم عامل اداء النهارده والله يعني اداء مميز، لكن الفرص اللي ضاعت، الفرص اللي ضاعت يا عادل، لم يعني ننتظر هذه الفرص كلها يعني تضيع بهذه الصوره، كنا ننتظر الاهداف. ادي عادل قاسم وادي اعاده بقى، والفرصه اللي تاخر فيها وتباطأ، كوره ناقصه من عادل سالم ولو راحت لزيد الجراش كان ممكن بشكل كبير جدا الهدف الثالث، لكن خلاص نطمئن بقى وناكد ونحافظ على النتيجه في ظل معانده الكوره في الشوط الثاني. ادي فرصه وانطلاقه وفاول
وكمان انذار، انذار لعلي الفهدوي. هذا الراجل بقى بيعترض بشكل كبير على حكم المباراه، يعني الاعاده قد تبين لنا مدى الضرر الذي الحقه بلاعب المنتخب اليمني في الاعاده. هذه الاعاده مره ثانيه، يا راجل بتعترض على ايه؟ يا راجل اللي يشوف اعتراضك ما يشوف التدخل، اللي يشوف اعتراضك ما يشوف التدخل وما يشوف بقى يعني المخاطره التي قدمها امام اللاعب اليمني في اللقطه اللي فاتت. هذا ركله حره 10 ياردات وموقف هجومي جديد وفرصة جديدة وكرة ثابتة جديدة للمنتخب اليمني على أمل تسجيل الهدف الثالث في هذه المباراة وترأس المجموعة مبكرا والخروج بثلاث نقاط أولى من هذه المجموعة. أدي عادل يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء، ضربة الراس، لكن فين بقى حكم اللقاء اللي بيحتسب راية وتنضم العارضة إلى حزب المعارضة في هذه اللحظات؟ ما كانش من اللاعبين والحارس تيجي من العارضة، لكن خلينا مع هذا السيناريو المجنون، خلينا مع هذه المباراة المجنونة وكرة عرضية خطيرة موجودة لا تزال على حدود منطقة الجزاء، انطلاقة من الجنب الشمال، ولكن بقى شوف التقدم من عبد العليم سالم فين؟ 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، وهي خلاص هي مش عايزة تدخل، هي مش عايزة تدخل. هذه الانطلاقة والتسديدة بقى بالجانب اللاعب عصام، ولكن يا عصام يعني الأساسيين واللاعبين الموجودين في الملعب ما جابوهاش، وكمان أيضا اللاعب اليوم اللاعب المميز زيد الجرش خرج زيد. هذه العرضية داخل منطقة الجزاء وضربة الراس تأتي أمامنا بقى من البديل اللي لسه نازل، كان هيعملها من أول لمسة عمر، كان هيعملها من أول لمسة عمر، كرة اتحطت عالية وعمر بقى استغلال أطوال القامات والأبراج الموجودة في منطقة الجزاء، وأدي عمر حاطط راسه حلو قوي لكن ما مالتش في راسه، كرة ما راحتش كلها في راسه، كرة راحت يعني جزء منها كان الناشئين عمان في نسختها العاشرة. خلاص انتهى الوقت الضائع، الوقت بدل من الضائع، لكن هناك فاول، هناك فاول، اخر هجمه في المباراه، اخر هجمه في المباراه. هذا التدخل تدخل عنيف جدا بقى من السعيدي كابتن المنتخب العراقي قرارش، واللي يعني الحقيقه اعتقد نال انذار على هذا التدخل قرارش، قرار السعيدي يمكن من ابرز الاسماء اللي كنا قلناها على مستوى هذه المباراه بالنسبه للمنتخب العراقي. ركله حره اخيره لصالح المنتخب اليمني على حدود منطقه الجزاء، هذه الرأسيه تمر الى خارج الملعب ومعها بالفعل تنطلق صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه. اصدقائي المشاهدين، اليمن يفوز بهدفين مقابل هدف على المنتخب العراقي في اولى الجولات وفي اللقاء الافتتاحي هنا من بطوله غرب اسيا.